هلو ايفريبادي شباب، معكم عبد الفتاح في فيديو جديد من قناة تو جيمز. دي واحدة بس، انا اسف. طيب النهاردة هنلعب ايه؟ النهاردة طالما انا قناتي متخصصة بالجيمز والفلوجز وكل الكلام دوت، هنبدأ النهاردة بقى بسلسلة فيفا 18. اللعبة زي ما انتوا شايفينها المفروض اللي هي ديت، يا رب بتاعي مش عندها، بس النهارده نلعب ماتشين مهمين جدا، فندخل ونجرب حظنا. طبعا انا من هواة لعب فيفا وبيس، انا من هواة لعب فيفا وبيس، بس انا ما بعرفش العبهم غير في البلاي ستيشن. اللعبة دلوقتي بتفتح، طبعا هي ديت اللعبة يعني عادي جدا. اختار الفرقة، المفروض اللي هم دول كل المنتخبات. طيب انا دايما هلعب بليفربول. فين هي؟ اهي. تحبوا نلعب قصاد مين؟ انا بفكر العب قصاد ريال مدريد. اقول لكم خلينا نلعب قصاد مانشستر سيتي. طيب هيبدا الماتش ونرجع لكم. طيب الماتش بدا، هنحاول ان احنا نجيب جوان. المشكله بس في التحكم في فيفا، انما انا ايزي خالص يعني. انا ما بعرفش العب غير بيس 18، وطبعا بيس مش عارف احملها، الجهاز فيه مشاكل تقريبا في تحميل لعبة بيس 18. طيب هجمة حلوة، احنا هنجيب لكم الماتش كله علني عشان ما حدش يقول اللي احنا اتلعبنا وكل الكلام دوت. بس كده اهو، جون اهو، جون اهو، جون اهو، شوت شوت. والله جون. مين اللي جابه؟ ما تقولي ليش محمد صلاح، اوعى. انا بحب محمد صلاح، بس ايه، ما بحبش ان محمد صلاح بس اللي يجيب جوان، عاوز كمان اللعيبه التانيين يجيبوا جوان. بموت قوي في محمد صلاح لما يجيب لي جون، بس بحب كمان اللعيبه التانيه يجيبوا جوان، يعني هو كده مقطع عليهم. لا بهزر بهزر. يلا جون اهو، تاني جون، تاني جول، تاني جول، تاني. يلا بس 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 في خط ال 18. صعب مره، هما دايما اللي بيعلقوا في بين سبورت بيفضلوا يقولوا كده. يلا يدخل عليه، الله يهاجم ويدافع ويعمل باص جميلة. كأننا بنعلق يعني. يا شباب نسيت اقول لكم، انا تقريبا كل فيديوهاتي بتوصل ل50 و60 مشاهدة. طب لما انتوا يا جماعة بتوصلوا ل50 و60 مشاهدة، حضرتك بتشوف الفيديو ومفعل اي حاجة عشان تشوف الفيديو بتاعي، ارجو خش اشترك، احنا عاوزين نوصل ل100 مشترك. انا لغايه دلوقتي ما بيدخلش اي دخل غير تقريبا قول سنتين من اليوتيوب يعني. انا لازم يعني اللعبه ديت لما انا احملها $3 يبقى لازم يا جماعه يبقى معايا فلوس عشان اعرف انزل لكم العاب. اوكي الشوط الاول خلص ب1-0 نظيف. ايه ده، انا هدخل لوحدي ولا ايش؟ والله هجمهم، بدأوا يهجموا. ايوه اللي ما يعرفش بقى اللعبه دي ب$3، فاللي عاوزني لا طبعا، انا اسف هقطع الموضوع. انا كنت بفكر في حاجه كده، بس 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 هما تقريبا كلهم دلوقتي في ال18، فانا لسه لغايه دلوقتي بحاول
واو، انا مش هو انا منزل صلاح اصلا في التشكيل ولا لا؟ تصدقوا نسيت. ايوان يلا والله وايد. اول يا شباب لما نقرب عند الجون هنعلق زي التعليق بتاعه. واو يا شيخ خش. ايوه والله وايد وايد وحش. ما بيعرفون يلعبون. انت احنا نقدر نعلق بكل التعليقات الحلوه، بس برضو ديت اللعبه الحلوه ولازم نتنفس واحنا بنلعب. نتنرفز بس لما يجي فينا جون. ماشي يعني هجمات ضايعه. احنا جبنا جون الشوط الأول. أيوة يا شباب إحنا لازم يكون لنا وضعنا. أيوة أيوة إحنا دايما كده لازم يكون لنا وضعنا. تمام أوي. في إيه حكم؟ تمام حسبوا الحكم. حسبوا ما حسبوش ولا ده أوفسايد ولا بيفسايد ولا أصل أنا الواحد يعني جوه وكلهم كانوا معايا، فهتلاقيها يعني عيبة كبيرة أوي يعني لما واحد مصري يجيب فيهم جون. يلا منها نفسي يا جماعة اشتري سواريز. يلا يلا شوت يا شيخ. كافو دقيقة واحدة بس يا شباب بدل ضايع، وان شاء الله هنكسب الماتش. بس كده الله اكبر. الماتش خلص تمام التمام وهنلعب لنا يا جماعه كم ماتشين. طب ايه رايكم نلعب منتخبات؟ طب نلعب ايه؟ اذان اذان بيد ايه اللي جاب فيفا 14 اللي ده؟ بصوا بقى انا مش عارف هو في ايه. بس ده مالتي. لا ما يعرفش مالتي ده اي حاجه رخمه. طب هنكمل لعب يعني بالمنتخبات. طب نختار مين نلعب؟ مصر؟ لا ما فيهوش، ما هنا مصر. طيب عايزين نختار فريق حلو. بدور اهو. خلينا في ليفل بولتين. هنلعب المرة دي مين؟ عاوزين نشوف مين. طب بلاش حد من الدوري ده خالص، بدل لهم الدوري. خلينا نلعب بروما. نلعب قصاد روما. اقول لك ده انا هقطعهم. اذا كان بيكم ذكر اطلع لي. ازين ازين ازين. طيب اخلص لازم نرجع. هنبدا انا اسف كنت بقول حاجة قطع الصوت في المنطقة دي. لعيب غبي انت. انت لعيب غبي. بس 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 بس. شكلهم كده هيعملوا معانا جولش النهارده. طبعا اللي بيتابعني من بره مصر انا بقول لك الجلاشه يعني السليمه. السليمه عمرك ما هتعرفها ابدا طول عمرك. اذا انت راجل اعرفها. والله وجون عالمي. بصوا 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 يا جماعه، بصوا يا جماعه على الجون. الحارس صدها. والله الحارس صدها وبعدها اللعيب يجيبها في الجول. يلا كمل كمان هجمه يا جماعه. عاوزين نجيب يا جماعه كمان جونين كده.
ده احنا بص احنا هنظبطكم النهارده. يا لهوي جون اهو، ده كله عشان في حد قاعد جنبي يلحس عليا. طب بس يلا تاني، يلا تاني، بس يلا بس وشوت وخفيفة على الأرض، خفيفة جدا يا جماعة على الأرض. بصوا أبصيها له بكعب برجلي، يوم هو كده حاططها في الشباك وبعديها يجيبه. اوكي يلا 2-1، شكلهم كده هيهاجموا تاني. الهجمة دي الا الهجمات الصعبة، الا الهجمات الصعبة. لا والله وايد حنش الرياح بقلد الناس في الخليج، كنت بلاقي كنت دايما هو مش خليجي، هو اسمه مغربي، اسمه ياسين بلايز، اكيد ما فيش حد ما بيتابعوش، فهو دايما بيتكلم كده، فانا بحب طريقته يعني. ارجو ان هو يكون سامعني ويدعمني في القناة. الحق انت عشان ادي كده عيب يا ولد يا ابني الجزمي. الشوط خلص يا جماعة 2-1، بنلعب ضد روما، وروما لغاية دلوقتي عاملة معانا الجلاشة وعاملة معانا حاجات حلوة. ولو في حد من برا مصر ما يسألنيش يعني ايه جلاشة، عشان انا قرفان من الجلاشة بتاعتهم. يوان يلا 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 بقى شوت بقى. واو و ايه ده، الكرة منحاسة يا ناس، الكرة منحاسة يا رجال. انا شايف ان الكور كلها النهاردة منحاسة، ان ايه الكور كلها النهاردة منحاسة. اجري بقى اجري بقى وباصي بقى، يلا بقى يلا يا شيخ، يلا يا حبيب والديك، يلا والله يلا. كفو كفو كفو، 3-1. اي من كتر الفرحة طلعت من اللعبة. كفو والله 3-1. يلا كفو يا شباب، بدنا نخرب هاي المي. طبعا انا بهزر، انا مصري بحب اللهجة المصرية وما بتريقش على السعوديين، بس انا بحب التعليق ده. احنا النهاردة عاوزين نخرب المقطع ده، عاوزين نفجر المقطع دوت لايكات، وان شاء الله هنلعب بيس 18 للكمبيوتر ان شاء الله. هحملها $500، بهزر، هي ب1100 جنيه مصري الاسطوانة بتاعتها، انا كنت مشتريها. كافو 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 كافو، بضحك عليكم يا جماعة، انا محملها اصلا. انا بحب اهزر، انا بحمل الالعاب يعني جي تي اي فيديوهات بقالي سنين مش عارف احملها، والرابع الله جي تي اي في يا جماعه مش عارف احملها بقالي سنين، فاللي يلاقي رابط اقدر احملها بسرعه جدا يحطولي في التعليقات. بعد المحور دوت هنوريكم حاجه حلوه، ايه ممكن نلعب كمان ماتش. احنا ممكن نخلص الماتش دوت 5-1، يلا كافو كافو. لا ممكن يخلص 5-2، واو 4-1. هنلعب كمان ماتش، باس 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 سواريس، بتفائل بسواريس بس هو مش معايا في الفرقة. طز انا مصري وافتخر، انا بتفائل بمحمد صلاح كده. احنا تمام، واحد بقى حبيبي وحبي اللي يحبني بس يخش يشترك في قناته، اوريه لكم
يلا يا جماعة. ايه ده؟ انا لحقت؟ لا دقيقة واحدة. ده امبلانس امبلانس امبلانس. ستوب هدور لكم عليه في قائمة القنوات الجميلة. ايوه هو حبيبي ده. القناة اسمها محمد مانو اكس دي. القناة ديت يا شباب هي دلوقتي 88، احنا عندنا 38 مشترك. لو القناة ديت وصلت 118 مشترك هعمل جيف اوي على ايفون 2 ايفون اكس. عايزين نوصل القناة ديت 110 مشترك هعمل جيف اوي على 2 ايفون اكس. تالت مرة القناة ديت لو وصلت 110 مشترك هعمل جيف اوي على 2 ايفون اكس. انا جايبهم من امريكا من امازون. فالقناة ديت زي ما احنا قلنا رابع مرة القناة لو وصلت ل 110 مشترك هعمل 2 جيف اوي على ايفون اكس. فهو لو كسب انا طبعا هو المفروض ما يكسبش لان احنا بنعمل له دعم. فيلا كده نهاية الفيديو. ما تنسوش لايك شير سبسكرايب. واكيد هو بيشوف الفيديو دوت دلوقتي. انا بشكرك على الدعم وبطلب منك برضه تدعمني زي ما انا بثبتك. يلا سلام.